السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن فرصة ممتازة جدا. بس قبل ما نتكلم عن الفرصة دي أحب أوضح لدي قناتنا قناة منح من كل الألوان، هتلاقوا على فرص ومنح عديدة جدا، بالإضافة كمان ده الموقع الرسمي الخاص بنا، هتلاقوا عليه جميع مقالات المنح اللي إحنا بنردها على القناة وجميع خدماتنا اللي إحنا بنوفرها. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة. بالنسبة لفرصة النهاردة هي فرصة تدريب صيفي في الولايات المتحدة الأمريكية، تمام، ودي متاحة لجميع الدول للتقديم عليها. بالنسبة للتدريب ده اسمه Woods Hole Summer Internship، تمام، والتدريب ده مدته ما بين 10 إلى 12 أسبوع تمام كده، على حسب طبعا انت يعني ايه يعني على حسب تنظيم البرنامج نفسه من الجهة المانحة. هنا عندنا وصف مختصر للمنحة دي والفرصة دي. الدولة المتاحة فيها الفرصة هي الولايات المتحدة الأمريكية. الجهة المنحة ووتس هول، تمام. الفئات المسموح لها التقديم كل دول العالم. مستوى الدراسة، الفرصة دي هي فرصة تدريبية، تمام، يعني متاحة للجميع. التمويل، الفرصة دي ممولة بالكامل. طيب تعال نتكلم بقى عن تفاصيل التدريب ده. بيقول لك التدريب هيغطي جميع نفقات السفر من تذاكر الطيران والإقامة والوجبات والرواتب والمساعدة في التأشيرة، وكل شيء هتكون مشمول على حساب الفرصة. والفرصة دي هي للحصول على تدريب في الولايات المتحدة في أحد المجالات الآتية: علم الأحياء، الكيمياء، الهندسة، الجيولوجيا، الجيوفيزياء، الرياضيات، الأرصاد الجوية، علم المحيطات، السياسة، وغيره من المجالات الأخرى، تمام؟ يعني إيه من الآخر؟ يعني من الآخر لو أنت مهتم بأحد المجالات دي، أو أنت درست مجال من المجالات دي، أو بتدرس مجال من المجالات دي، فأنت مسموح ليك إنك تقدم في الفرصة دي، تمام؟ حتى لو أنت بتدرس مجال قريب من المجالات دي برضه بتقدر تقدم. طيب زي ما احنا اتكلمنا عن المزايا فوق، تعالى بقى نتكلم عليها بشكل مفصل. التدريب ده هيشمل كل حاجه، هيشمل من 25 ل 30 شخص متدرب هيتم قبوله، تمام. هيكون في راتب اسبوعي، الراتب ده هيقدر ب $680 في الاسبوع. انت متخيل في الاسبوع هتاخد $680 عشان تغطي لك تكاليف المعيشه. كمان عندك السفر بالطيران ذهابا وايابا، تمام، على حساب المنحه بتكلفه $700. عندك السكن كمان، انت متخيل انت تاخد راتب $680 وعندك السكن كمان مشمول، تمام كده. المساعدة في الحصول على التأشيرة، بتقدر تقدم على تأشيرة G1 بدون رفض. ليه؟ لان انت عندك مؤسسة هتمولك هنا وهي اللي هتتواصل مع السفارة عشان ترتب ليك موضوع التأشيرة. فانت كل حاجة من حتى من بداية وانت في بلدك هيرتبوا لك كل شيء، تمام كده. طيب هنا عندنا بقى المجالات المتاح فيها زي ما احنا اتكلمنا فوق: الهندسة والكيمياء والجيولوجيا والجيوفيزياء والرياضيات وكل المجالات دي. طيب شروط الاهليه للتقديم على التدريب ده، بيقول لك ان التدريب ده مفتوح للطلاب الدوليين من اي بلد، مفتوح للطلاب الجامعيين. ركز بقى معايا وحط شرط تحت كلمه الطلاب الجامعيين. يعني ايه؟ يعني لازم تكون حاليا طالب جامعي، ما ينفعش انك تقدم على الفرصه دي وتكون خريج، تمام. والتدريب او الفرصه هتبدا في مايو 2023. بالنسبه للوثائق المطلوبه للتقديم، هي وثائق بسيطه مش معقده، مطلوب منك السي في بتاعك او السيره الذاتيه، نسخة جامعية بتثبت انك مقيد في الجامعة حاليا او كشف الدرجات بتاعك، ما لا يقل عن 3 خطابات توصية، مطلوب خطابات توصية كمان، وسجل الدورة التدريبية المكتمل، تمام، وبيسرد فيها الدورات الدراسية. يعني انت بتوضح كشف الدرجات بتاعك اللي فيه كل المواد اللي انت درستها اثناء دراستك، تمام. طيب هنا عندنا جروباتنا على الواتساب وجروبنا على التليجرام، يا ريت تنضموا عليهم عشان توصلكم احدث المنح الدراسية فور نزول. هنا بقى بنشرح لك هل يتم دفع تكاليف للتدريب الداخلي في الولايات المتحده. بيقول لك هتتضمن العديد من التدريبات ومش هيتم دفع اي تكاليف خالص، وهتشمل سداد جميع التكاليف والوجبات المجانيه ايضا. التاشيره اللي انت محتاج تقدم عليها تاشيره G1 وهيتم شملها من المنحه او ضمها من المنحه، تمام. بالنسبه للتقديم، بيقول لك ان التقديم عباره عن ابلكيشن هتملاه اونلاين وهيتم ارفاق فيه كافه المستندات والبيانات، وبعد كده يتم ارساله للمنحه، تمام. هنا عندنا ملاحظه، ما تنسوش ان مؤسستنا منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافيه، خدمه تقديم بشكل احترافي لها فرصه ومنحه انت عايزها، فرص مضمونه القبول ومساعده للسفر الى هولندا، منح دراسيه مضمونه القبول في الصين، تمام، وخدمه تجهيز الاوراق وخدمه تقديم على فرص العمل وخدمه توفير خطابات الدعوه ومنح في امريكا، عفوا، ومنح في تركيا ومنح في الصين وكورسات ودرجه اداره الاعمال في هولندا، تمام. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا هنا، بتضغط على رابط خدماتنا الاضافيه بيفتح معاك، بتختار بقى الخدمه اللي انت مهتم بيها. ولو عايز تقدم على المنحه دي من خلالنا بتضغط على كلمه قدم الان، بيفتح معاك الابلكيشن، بتملا التفاصيل والبيانات الخاصه بذلك، تمام. وبعد كده خدمه العملاء بتواصل معاك وترتب لي كل شيء. طيب لو انا عايز اقدم بقى في الفرصه دي، هضغط على كلمه قدم الان عشان يفتح معايا الابلكيشن. طبعا هنا بتنتظر 15 ثانية، بعد ما بتنتهي المدة بيتم توجيهك. ال 15 ثانية بيتم فيها تجهيز الرابط، تمام، تنتظر 15 ثانية وبعدين بيتم توجيهك مباشرة للإعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كل التفاصيل باللغة الإنجليزية زي ما احنا شرحناها في الموقع،
تمام. طيب ده بقى الموقع الرسمي وودز هول، تمام، انستتيوشن. هنا بقى بيقول لك مين اللي مؤهل للبرنامج يقدم عليه. هتلاقي هنا بيقول لك للطلاب، تمام. هنا بيشرح لك بقى الفاينانشال ديبارتمنت، تمام، او بالنسبه للستبنت، بالنسبه للسفر، بالنسبه للسكن، كل ده عندك الحاجات اللي هتشملها الفرصه. عايز تقدم على الفرصه دي تعمل ايه عشان تقدم على الفرصه دي؟ تروح للجزء الخاص بالادمشن، تضغط على ادمشن هنا، تمام، تضغط على كلمه ادمشن يوجهك لصفحه الادمشن. بعدين يقول لك هنا سمر ستودنت في تشيب اونلاين ابلكيشن، تضغط عليها عشان يفتح معاك الابلكيشن. طيب خلينا متفقين ان ده الابلكيشن بتاعنا، تمام. انا هعمل لوج اوت، اطلع من الابلكيشن واعمل لوجين تاني، تمام. انت عندك تظهر لك الصفحه دي لاول مره كمستخدم جديد. طب انت كمستخدم جديد تعمل ايه؟ تروح عند كلمه كرييت اكونت وتضغط هير، وبعدين تبدا تحط الايميل بتاعك، الاسم الاول اسم العائله، وتحط تاريخ ميلادك. بعد كده بيوصلك على الايميل بتاعك لينك تفعيل، تمام، او كود بين كود. الكود ده بترجع تحطه، تمام، وبعد كده بيعمل لك لوجن بيدخلك للابلكيشن. طيب سجلت الخطوات دي، بعدين بترجع تعمل لوجن هنا بقى للابلكيشن نفسه. حط الايميل بتاعك، تمام، حط ايميلك، تمام، وتحط الباسورد، تمام، وبعد كده تضغط على كلمة لوجن. هنا بيقول لي الاكونت بتاعي، ضغطت على الاكونت ده، تمام، باسورد، دخلني هنا للابلكيشن. ركز بقى معايا، انت تيجي تضغط على ستارت نيو ابلكيشن، بس هنا بيقول لي انا عندي ابلكيشن بالفعل اللي هو ده تحت، فاضغط عليه عشان يفتح معايا بقى الايه الابلكيشن اللي فيه السكشنز كلها المطلوبه. طيب اول حاجه مطلوب منك البيرسونال انفورميشن، معلوماتك الشخصيه، يعني ايه؟ يعني اسمك اللي انت كنت كتبته بالفعل في البدايه. بعدين بقى بتحط بقى ايه الجندر بتاعك، عنوانك الحالي فين، قاعد فين، مدينتك، البوستال كود، عندك سوشيال سيكيورتي نمبر في اليو اس، تضغط نو، تمام. سمعت عن المنحه دي ازاي، بتوصف نفسك ازاي، تمام، كل ده بتحطه هنا. طيب بعد كده education history اللي هو الخبره التعليميه بتاعتك، ايه الجامعه اللي انت بتدرس فيها في الوقت الحالي، الجامعه دي في اي مدينه، موجوده في اي دوله، بدات من امتى والمفروض تتخرج امتى، الجي بي اي بتاعك او المعدل التراكمي كام، تمام، كل ده بتضيفه. لو في اكتر من جامعه بتقدر تكتب لك هنا الموست ريسنت undergraduate يونيفرستي والازر ريفنت undergraduate يونيفرستي، يعني لو انت حضرت بكالوريوس سابقا في جامعه بعدين حولت لجامعه ثانيه مثلا بتدرس فيها في الوقت الحالي، يبقى تذكر اللي في الوقت الحالي الاول وبعدين السابقه في الجزء ده، تمام كده. طيب خلصت السكشن ده، بتضغط على السكشن اللي بعده كوتشنير ليست بي. هنا بقى قدمت قبل كده الفرصه دي ولا لا؟ طب لو قدمت امتى؟ تمام، لو انت عندك حد من العيله يعني بيشتغل في المؤسسه دي، بتضغط مثلا نو. كل ده، هل في سبونسر ليك هو اللي هيمول ليك المنحه ولا انت عايز المنحه من خلالنا، تضغط ياس. كل ده بتجاوب عليه، ده زي استبيان اسئله، تمام. بس كل ده بتجاوب عليه، يعني استبيان بسيط. بعد كده اوفيشال، تمام، ترانسكريبت ابلود. هنا عفوا الان اوفيشال ترانسكريبت ابلود يعني ايه؟ يعني انت ممكن تحمل نسخه بي دي اف من الموقع الجامعه بتاعك مثلا او حاجه، كشف المواد اللي انت درستها كلها وترفقه هنا على اساس انك في الوقت الحالي بتدرس مثلا في الجامعه او في اخر سنه او ما الى ذلك، تمام. طيب اديشنال ان اوفيشال ترانسكريبت ابلود، تمام، ده اللي فوق ترانسكريبت، تمام، وده لو انت عندك اديشنال. يعني ايه؟ لو انت عندك مثلا زي ما احنا قلنا درست في جامعه سابقا وعندك كشف درجات فيها بترفقه، انا ما عندكش بتسيب الجزء ده فاضي عادي جدا. بعد كده ريزيوم السي في بتاعك، تحط السي في بتاعك، ويفضل يكون على الطريقه الاوروبيه، تقدر عادي جدا، او على الطريقه الامريكيه هي نفس الشيء، بس السي في يكون بشكل احترافي. يعني حطيت السي في بتاعك، بتخش على ريسيرش ستيتمنت. ريسيرش ستيتمنت بقى ركز بقى معايا، بيقول لك بليز سبميت ريسيرش ستيتمنت ذات ادريس ذا فولوينج 5 كويشنز. How would a summer research at benefit your education and the career plans؟ ازاي التدريب ده هيفيدك في حياتك العمليه والكارير بتاعك وحياتك التعليميه والحياه العمليه بتاعتك؟ هنا عندك خمس اسئله، انت هتعمل ايه؟ كل اللي هتعمله انك هتعمل زي بروبوزال، تمام، او بحث، تجاوب فيه على كل سؤال من دول بس بطريقه منسقه، مش تروح تاخد كوبي بيست من الانترنت، لا، تجاوب باللي انت حاسه واللي انت عايز ليه تنضم للفرصه دي، تمام. السؤال التاني مثلا، ايه المهارات اللي انت متوقع تكتسبها من الفرصه دي، تمام، ايه الكاركترز بتاعتك اللي will you bring to our program as a result of your work activities، ايه الكاركتر بتاعتك اللي تخلينا نتحفز ونقبلك، تمام.
هل انت انضميت لأي مشروع سابقا، مثلا عمل تطوعي او تدريب او حاجة؟ ولو انضميت وضح الكلام ده. ايه المجالات اللي انت مهتم بيها في الفرصة دي؟ مهتم في اي مجال؟ ولو انت مش عارف ايه المجالات، تضغط على area of research، تمام، تفتح معاه يطلع لك هنا المجالات كلها المتاحة. مثلا مهتم بالاوشن كيمستري، مهتم بالكلايمت اند اوشن، كوستال ساينس، هازاردز، تمام. كل ده بتختار الموضوع اللي انت مهتم بيه، وبرضه بتكتب نبذة عنه ليه انت مهتم بالموضوع ده، تمام. وبيقول لك هنا اذكر نبذة عنه ليه انت مهتم بالموضوع ده. بس بتعمل البروبوزال ده في شكل ملف وورد، وبعد كده حوله للبي دي اف مثلا عشان يبقى بشكل كويس، وتروح تشوز فايل وترفع الملفين، تمام كده. بعد كده ريكومنديشنز اللي هي خطابات التوصيه، بيقول لك انت محتاج تضيف ثلاثه، تمام، ثلاث اشخاص، سواء مثلا مدرسين كانوا عندك اثناء الدراسه او في الوقت الحالي، او مثلا اشخاص اصحاب عمل كنت وصلت معاهم. بتعمل اد ريكومندر من هنا، وبتكتب بقى اسمه، اسم العائله بتاعه، الاسم الاخير بتاعه، الجامعه اللي هو بيشتغل فيها والمكان اللي هو بيشتغل فيه، رقم تليفونه، الايميل بتاعه، وبيوصله زي الكترونيك ريكومنديشن، بيجاوب على الاستبيان اللي بيوصله من خلال المؤسسه او من خلال المنحه، وبكده يبقى ارسل ريكومنديشن ليك بنجاح. تضيف ثلاث اشخاص بقى، تمام. طيب بعد كده السيجنتشر، الامضاء بتاعتك في الاخر، تكتب اسمك، تمام، تمام كده بس. وبعد كده بتعمل كونفر، وخلاص كده انت قدمت بنجاح للفرصه دي، تمام كده. ده كل اللي مطلوب منك في الفرصه دي، انك تكتب بقى، تملى البيانات وتملى التفاصيل دي كلها، وبعد كده بتضغط على كلمه ريفيو. ريفيو بقى انك بتراجع الابلكيشن بتاعك. طبعا هنا بيظهر بالخط الاحمر ان لسه في حاجات كتير انا ما مليتهاش، تمام. بعد لما بتملاها بيظهر لك سبميت، وكده يبقى انت قدمت بنجاح للفرصه. طيب الفرصه دي يا جماعه زي ما احنا قلنا هي فرصه مموله بالكامل، كمان بتوفر لك التاشيره. اخر ميعاد للتقديم هو 5 فبراير 2023. كمان ما تنسوش خدماتنا الاضافيه لو حابين تقدموا من خلالنا بشكل احترافي، زي ما بتقدم من خلالنا العديد من الاشخاص. اتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.